يونس من تمارة متزوج دخل متغير بغى يعرف كيفاش يمشي الميزانية. السلام عليكم. السلام عليكم. اش اخبارك يونس؟ كيدير بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. وكذلك احنا مسرورين وفخورين بالتواصل مع ناس يونس. الله يلا مش حالة تقريبا نجي شي 4 سنوات واكثر. وانت كتحاول؟ انا كنحاول. سمعتي بالشاب اللي يسمع البرنامج 5 دقائق وتتصل وشد لي الخط؟ وتصور انا اول صونيت شد لي الخط. اذا كل حاجة عند الموعد ديالها. من طبيعة. مرحبا. وكيحصل لي الشرف نهضر معك السيد. وكذلك والله العظيم نفس الشيء، نفس الشعور، نفس الاحساس. وصراحه حتى الزوجه ديالي كدير الخط ولكن ما كيشدش معايا حتى تاثر ولكن ما كاينش. كاينه معك دابا هي كتسمع؟ لا انا خارج دابا، انا باقي في العمل. اذا نتمنى تكون في الاستماع وفي نفس الوقت ان شاء الله. شنو المشكل ديال السي يونس؟ المشكل ما عنديش المشكل هاد السنين الاخرى عندي شويه الصالير. عندي لوزنجيان شي ديال الالات ديال الحفر. عندي المدخول. ولكن في نفس الوقت كان عندي الخسران بزاف. الخسران داخل العمل نفسه ولا لا خارج؟ لا ماشي داخل العمل، خارج العمل. عندك هوس الشراء؟ عندك شي بليه الأسفار وربما الخروج بزاف، الماكلة برا؟ عندي الخروج، عندي الأسفار، عندي من خارج الشغل هاد الشيء؟ خارج الشغل. إذن هذا هو المشكل سي يونس. تقريبا شحال تيكلفك هاد الشيء؟ عمرك درتي ورقة وستيلو عرفتي شحال تيكلفك هاد الشيء؟ أنا في غير في هاد العطلة هادي تقريبا على ما ذاك حسبت بقيت انا درت هادشي لي كاليكاتريس ديال التليفون بقيت شي 13000 درهم وشي حاجه في هذا الصيف. هذا غير هذا الصيف. انا 13000 درهم هادي مع الوليدات؟ هادي مع الوليدات. نقولوا انها معقوله، لكن من غيرها لا قلتي لقاش عندك واش كتخرج بزاف يعني في خلال السنه كتسافر الويكاند السبت والحد كتاكل برا كتخرج بزاف؟ لا غير مرة وصل ماشي ديما. لقاش نقول مثلا واحد 10000 13000 درهم في السنة إلى حد ما معقولة حسب الدخل الشهري شحال تقريبا كيوصل؟ توقع شي 70000 درهم. تبارك الله، يعني دخل محترم جدا. لا الحمد لله، الله يجعل البركة. الحمد لله. وأنا واحد غادي نقول لك أنا بديت بصفر درهم. ما شاء الله. إذا دابا عرفتي غتشوقنا نعرفوا التجربة ديالك وعرفتي اش غدير. أنا ستيلو هاو حطيته وغادي نحط يد على يد على صدري. علاش في نظرك؟ غنسمعوك سي يونس. أنا غادي نصغي لك. شحال عندك السن ديالك شحال يونس؟ 29 عام. بديتي من زيرو دابا عندك شحال في الأجر؟ كي وصلت 70000 درهم تتلون حق في الشهر ديالي. 70000 درهم. اول حاجه كنقول لك الله تعالى بالبركه. اللهم امين. وبالزياده ان شاء الله وبالخير. امين. ومن بعد غندير لك واحد توجيه بسيط، لا يمكن ان نسمعوا التجربه. من صفر ديالي هي انا كنت درت تكوين اللوزنجيان ديال التراكتات شيفور. خدمت 200 درهم في السيمانه. زيدوا سمعوا الاخوان والاخوات، سمعوا الشباب. خدمت 200 درهم في السيمانه. وهذيك 200 درهم كان عندي حلم بانني نلحق الشيفور بانه كيتخلص ب 1000 درهم. كان الطموح ديالك 1000 درهم شيفور؟ الطموح ديالي باغي امتى نتعلم انا هذيك الماكينه هذيك الماتريال نولي نشد انا 1000 درهم. زيد. ومع ذلك ضربت تقريبا شي عام ونص تقريبا وانا كنشد 200 درهم. تعلمت. المهم داو لي 70 فرانك في السيمانة. ضربت تقريبا شي 6 شهور وليت كنشد 1000 درهم تانا بحال الشافر. المهم بقيت خدام مع هاديك الشركة، درت معاها شي 4 سنين. ملي خرجت عطاني خبرة. دي شوية الخبرة. ملي خرجت بحال هكا عطاني حسابي. خرجت انا بغيت ندير ديالي، بغيت نتشارك مع شي واحد فهمتي في نفس المجال. صافي المجال انا حفظته وليت فيه مزيان. جميل. صافي لقيت حد السيد الله يعمره دار، كنشكرو من هذا المنبر هذا صراحه.
خدينا واحد الماكينه خدينا على قد الحال، يعني مستعمله، مستعمله على قد الحاله. اييه وبقينا غير بشويه بشويه الحمد لله ما شاء الله. من 2013 يعني هذه 6 سنين تقريبا. سنين دابا عندي تقريبا الحمد لله عندي ثلاثه الماكين ديالي دابا انا غير باش ورقه. بسم الله ما شاء الله. من صفر درهم ل 7 مليون شهريا. سبعة المليون في المدة ديال 6 سنين. مول كانت الخدمة أكثر كتلحق حتى ل 90,000 درهم على حسب العمل. يعني لاحظتوا هذه مجموعه رسائل من السي يونس اللي خلاني ما غاديش ندخل معها في التفاصيل ديال التدبير. انت رجل ذكي جدا تبارك الله ما شاء الله. اذا شنو رايك سي عام؟ تبارك الله. يعني في مده ديال 6 سنين ما نكونوا كاملين من صفر درهم ل 9 المليون كيوصل 9 المليون في الشهر. 29 سنه. الى سولتك واش كاين شي طموح فوق من هذا في السنوات المقبله؟ عندي طموح صراحه. باغي نوصل شي بحال هاد، بغي ندير نكبر المقاوله ديالي. جميل جدا، لان كاينه امكانيه ديال انك توسع وبالتالي غادي تستوعب دي شونتي اكثر وبالتالي غادي يشغل معك ناس اكثر وهذا غادي يحقق دخل اكثر. وصراحة أنا ملي خصوصا ملي كنشوف كنشوف الباترونات كيفاش كيتعاملوا مع ال مع الخدامة ديالهم وداك الشيء. حيت كنبرك معاهم وهذه من هنا ودي التجربة. وهاد تقريبا 2017 فتحت شركة، فتحت شركة في حسابي ودرت الكونتابيليتي ديالي. شحال مخدم معاك الناس سي يونس؟ كاينين أربعة الدراري خدامين معايا. يعني أربعة ديال الأسر. أربعة أسر. واش واش مهلي فيهم السي يونس؟ شنقول لك والله العظيم راه شهادة لله. داك الشيء اللي كيديروا مع كاع الحريفية اللي كيديروا مع الخدامة دارت أنا الواجب ديالي. لقاش عرفتي واحد النهار السي يونس كانت عندي دورة مع واحد الشركة ما نسميهاش. وجابتني الفترة جلست مع العمال، عرفتي كيفاش كيتكلموا على الباترون ديالهم؟ وقلتها واحد تلقيت مع الباترون وقلتها له، قلت له سي فلان، قال لي نعم، قلت له اول مره كنشوف عمال كيتكلموا على الباترون ديالهم بواحد الاعجاب غريب جدا. ولكن داكشي داير معاهم داك الراجل. وانا كنظن شحال ما كان تحفيز للعمال والموظفين، شحال ما كيزيدوا للخدام السي. حطيتي يدك اسي هام على البوطون اللي بزاف ديال اللي شاف والمديرين والباترون ما كيعرفوش. هو التحفيز. نعم تبارك الله عليك سي يونس، تجربة رائعة متميزة ما نخافوش عليك.